التكنولوجيا وجهين لعملة واحدة، ممكن تستخدم في الخير وممكن تستخدم في الشر، وساعتها بيكون شر خالص، شر بيحصد الأرواح وما بيسميش على حد، لكن كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. في لغز النهاردة، لولا جهود مواطنة عادية كان المفترس توحش وتعملق. وعلشان نحل اللغز فلنبدأ التحقيق. السلام عليكم واهلا بيكم في ستوري جديده. في حلقه النهارده انا بخلي مسؤوليتي تماما عن اي كلمه هتتقال، والهدف من الحلقه دي واللي خلاني اصمم ان اعملها رغم انها ممكن تضرني، لكن فيها توعيه كبيره جدا وعظه لازم ناخد بالنا منها. في صيف 2008 السيده الانجليزيه سيليا صاحبه الستين سنه لقت نفسها بقت بتنجذب للانترنت وبتقضي عليه وقت طويل جدا. سيليا كانت معلمه متقاعده وما عندهاش خبره في التكنولوجيا، لكن بعد موت ابوها وامها المسنين ورا بعض على طول لقت انها محتاجه تهرب للانترنت علشان تنسى حزنها، فكانت بتدخل للمنتديات على الانترنت تتعرف على اشخاص وتتابع الاخبار، لحد ما حظها وقعها في منتدى خاص بالأشخاص اللي زهقوا من حياتهم وعاوزين يخلصوا على نفسهم. سيليا اتصدمت لأنها ما كانتش متخيلة أنه ممكن يبقى فيه مكان مخصوص للأشخاص دول، فالفضول يعني أخدها أنها تدخل المنتدى ده وتتصفحه كده وتشوفه. ضغطت على الرابط ودخلت علشان تكتشف عالم مظلم وأسرار خطيرة جدا جدا. سيليا عمرها ما فكرت تنهي حياتها، لكنها كانت مكتئبة جدا في الفترة الأخيرة، فلما شافت المنتدى ده حست بالراحة كده ان في ناس كتير شبهها مكتئبة وحزينة، فمش هي لوحدها يعني اللي بتعاني من الكلام ده. سيليا كانت بتشوف في المنتدى ناس كتير جدا عندهم أفكار انتحارية، وفي اللي بيخفف عنهم وفي اللي بيشجعهم انهم ينهوا حياتهم، بس سيليا ما كانتش من النوع التاني ده خالص، لأنها كانت طيبة وحنينة وبتحب انها تدعم الأشخاص أكتر لحد ما يبقوا كويسين، فكانت أي بوست تشوفه لحد بيعاني من نفس المشكلة وخصوصا لو شخص كمان سنه صغير بتدخل على طول تكلمه على الخاص وتحاول انها تفتح نفسه على الحياة من تاني، لحد ما وقعت في بنت من امريكا الوسطى اسمها انا وعمرها 17 سنة. انا كانت اتعرضت لمحاولة اعتداء قبل كده، فبقى عندها اكتئاب وعدم احترام لذاتها، وكانت شايفة ان انهاء حياتها هو الحل الوحيد، فسيليا بدأت تتواصل معها وتفهمها ان حالتها دي ليها علاج وان الحل اكيد مش انهاء حياتها ابدا، لكنها ممكن تروح لدكتور نفسي وتفضفض لاي حد تعرفه وتثق فيه. لكن كانت حاسة ان انا حالتها بتتدهور اكتر، لحد ما في يوم سيليا وصل لها ايميل من انا بتقول لها فيه انا هنهي حياتي يوم الجمعة الساعة 4 مساء، انا عملت اتفاق مع بنت تانية خلاص. وقالت لها انها كانت بتتواصل مع بنت تانية في المنتدى اسمها لي داو، كانت بنت أمريكية من أصل صيني في العشرينات من عمرها عايشة في ولاية مينيسوتا. لي داو كانت بتشتغل ممرضة في طوارئ أحد المستشفيات، وقالت لها إنها كانت بتشوف حالات إنهاء حياة كتير فاشلة، وإن في ناس كتير منهم ناجوا من محاولة إنهاء حياتهم بس كانوا بيعيشوا بإصابات تعجيزية أو عاهات مستديمة نتيجة اللي عملوه في نفسهم ده. فلي داو بدل ما تعقل أنا بقى وتقول لها لا ما تعمليش في نفسك كده وإن في حل وممكن تتعالجي، قالت لها إن الحل الأمثل لإنهاء حياتك هو الشنق، وقالت لها على خطوات العملية بالظبط علشان تمشي وراها وتنهي حياتها بسلام. ولأن لي كان عندها نفس الميول، فاقترحت على أنا إن هما ينهوا حياتهم مع بعض في نفس الوقت علشان يبقوا مطمنين بعض وما يخافوش من حاجة. سيليا لما سمعت الكلام ده من أنا كانت متضايقة جدا، وقالت لأنا خلي بالك علشان ممكن تكون بتضحك عليكي وبتلعب بيكي، ده انت عايشة في بلد وهي في بلد تانية خالص، هل معقول يعني ان هي هتسافر لك نفس البلد علشان تنهي حياتها جنبك؟ فردت أنا وقالت لها ان كل واحدة هتعمل كده في بيتها، وان لي داو اقترحت عليها ان هما يفتحوا كاميرا الويب اثناء العملية علشان يشوفوا بعض يعني وهما بينفذوا ويبقوا مطمنين بعض. لكن سيليا حست من كلام أنا انها مترددة شوية، فشجعتها ترجع عن اللي في دماغها ده وقالت لها ان حياتك اهم من انك تحافظ على وعد زي ده مع واحدة ما تعرفهاش، وفعلا قدرت تقنع أنا وتنقذها من شر نفسها. لكن سيليا ما سكتتش لحد هنا، وده ما كانش كافي بالنسبة لها، لأنها كانت متضايقة من الشخصية اللي اسمها لي داو إنها تكون واحدة كبيرة وعاقلة وبتقنع بنت مراهقة إنها تنهي حياتها بدل ما تقدم لها المساعدة. فبدأت سيليا تدور ورا لي داو، بس لقت إن ملهاش مشاركات كتير في المنتدى. فلما سيليا سألت عليها لقت إن سمعتها حلوة في المنتدى وإنها شخصية طيبة وحنونة وعندها كلمة شهيرة
بتكتبها في نهاية كل رسالة كأنها توقيع كده، كلمة حضن. سيليا عرفت ان ليه داو بتدخل تتكلم مع الاشخاص على الرسائل الخاصة على طول، لانه في مارس 2006 في شخص الاكاونت بتاعه اسمه هاف جاكيت نزل بوست بيقول فيه: من فضلكم عاوز حد يساعدني اني انهي حياتي بطريقة سريعة وغير مؤلمة. فردت ليه داو على البوست ده وقالت له: شوف الايميل بتاعك انا بعت لك. وبعدها في بوست تاني شخص تاني كتب ان هو عاوز حد يساعده انه ينهي حياته بالشنق. فردت عليه ليه داو برضو وقالت له: شوف الايميل بتاعك انا بعت لك. سيليا كانت حاسة ان في لعبة قذرة بتحصل، بس المشكلة انها خبرتها محدودة جدا في التكنولوجيا، فمش عارفة تتصرف ازاي وتعمل ايه. فقدرت بمساعدة ابنها بول ان هي تتتبع ليه داو على المنتدى، واتضح انها بعتت لاشخاص كتير وعملت محادثات معاهم. واللي ضايق سيليا ان في شخص منهم بعد ما ليه داو كلمته وبقوا اصدقاء عرفت ان ليه داو فجأة اختفت. وهنا الشك بدأ يساور سيليا، ليه داو اختفت فين واختفت ليه فجأة؟ اللي حصل انه في اوائل 2006 شاب باحث من كرواتيا اسمه نيكولا عمره 22 سنة دخل للمنتدى ده علشان يشارك افكاره عن انهاء حياته. وبعد ساعتين بالظبط ردت عليه ليه داو بتطلب منه يبص على الايميل بتاعه لانها بعتت له. في الايميل ده قالت له انها عارفة بالظبط اللي هو بيعاني منه، لانها بقالها اكتر من عقد من الزمن بتعاني من الاكتئاب واضطراب ثنائي القطب. ورغم انها راحت لطبيب نفسي واخدت ادوية كتير ولجأت للدين كمان، الا انها ما حستش باي تحسن، وبدأت تتكلم مع نيكولا لمدة 6 شهور على الحال ده، بيقطعوا وبيحطموا في بعض. بس نيكولا بدأ يحس بالامان في وجودها لانه حس ان في شخص زيه حاسس بمعاناته. فقالت له: بس خلي بالك انا مش ناوية اعيش كتير، انا خلاص برتب لانهاء حياتي بالحبل، هنبدل كلمة شنق بكلمة حبل علشان بس اليوتيوب ما يكهرب لناش الفيديو. المهم انها قالت له: لو انت كنت جاد فعلا في انك عاوز تنهي حياتك فيلا خد الخطوة معايا. وقالت له ان الموت بالطريقة دي الاسهل والاسرع، وبدأت تقول له ينفذها ازاي بالظبط علشان تنجح، وشجعته ينفذوا العملية في نفس الوقت هما الاثنين. نيكولا حدد الميعاد مع ليه ولكن رجع في كلامه تاني، لانه كان خايف مش متاكد من اللي منتظره بعد الموت، وخايف انه ما يكونش فيه حياه تانية بعد الموت، وانه بكده يكون ضيع حياته هدر ومش هيعيش في سلام في العالم الاخر. لكنها فضلت تقنعه ان العالم الاخر حقيقي وموجود، وانه خلاص بعد ما يموت هيدخل الجنه وهيرتاح، وحددت معاه كذا ميعاد تاني لتنفيذ العمليه. ولكن في كل مره كان نيكولا بيرجع في كلامه في اخر لحظه. وفي سبتمبر 2006 بدأت تنزل بوستات على المنتدى من أشخاص بيدوروا على ليه داو وبيترجوها أنها ترد عليهم لو هي لسه عايشة وبصحة كويسة، لأن ليه داو اختفت فجأة وما بقاش حد عارف يوصل لها. وفي ناس بتتكهن أنها ممكن خلاص تكون أنهت حياتها أخيرا، لكن نيكولا رد عليهم وطمنهم وقال لهم ان ليه داو بخير، وانه كان لسه مكلمها من يومين بس، وقال لهم ان هي لسه عايشه لانه اتفق معاها على ميعاد ينهوا فيه حياتهم مع بعض، فهي دلوقتي بس منتظره نبقى جاهز علشان ننفذ العمليه مع بعض. فرد عليه واحد وقال له: معقول هي قالت لك كده انت كمان؟ اصل هي قالت لي نفس الكلام، يا ترى هي هتموت مع مين فينا بقى؟ فاتضح بقى ان ليه داو دخلت في اتفاقات زي دي مع اعضاء كتير من المنتدى، وكانت محدده معاهم ميعاد معين مع كل واحد فيهم، ولحد دلوقتي مفيش سبب واضح هي ليه بتعمل كده. وفي اليوم اللي بعده على طول نيكولا وصل له ايميل من اكاونت ليه داو، ولكن امها هي اللي كانت بعت الايميل ده، وبتقول له انها لقت جثه ليه داو متعلقه بحبل في الطابق السفلي الساعه 7:45 الصبح النهارده. وقالت له رغم انهم زعلوا على موتها بس في نفس الوقت هم فرحوا ان ألمها ومعاناتها خلاص انتهوا. فنيكولا حس بالخوف جدا بعد موت ليه داو، وبدل ما يتراجع عن اللي في دماغه بقى مصمم اكتر ان هو ينهي حياته. وبعد شهرين دخل على المنتدى لقى بوست كان صدمة بالنسبة له، البوست من شخص بيقول ان ليه داو لسه عايشة وبخير. فنيكولا اتضايق جدا وقال ان دي اشاعة مطلعينها عليها بعض الاعضاء المنحرفين مش اكتر. فهنا حصل جدل كبير على المنتدى بين الاعضاء، واتضح ان ليه داو كانت مكلمة معظمهم ومتفقة معاهم انهم ينهوا حياتهم بالحبل، ولما واحد منهم طلب انه يكلمها في التليفون رفضت، وكانت كل مرة بتخلق عذر مختلف. والاعضاء لما بدأوا يجمعوا الخيوط مع بعضها فهموا ان ليه داو كانت بتحب تشوف الناس بتموت قدامها بالحبل، علشان كده كانت دايما بتشجعهم ينهوا حياتهم بالطريقة دي، وتطلب منهم كمان ان هم يفتحوا كاميرا الفيديو وهم بينفذوا العملية على اساس انهم يبقوا شايفين بعض ومطمنين، لكن حقيقتها انها كانت بتحس بالانتشاء والمتعة لما تتفرج على حد بيموت بالطريقة دي. في نفس الوقت اللي الاعضاء اكتشفوا فيه حقيقة ليه داو عرفوا ان سيليا بتعمل تحقيق عليها، ففي احد الاعضاء اتواصل معاها وقال لها ان ليه داو بتستخدم اكاونت تاني اسمه
فالكون جيرل. فاسيليا بدأت تدور في بوستات فالكون جيرل، ولما قرأتها لقيت انه نفس اسلوب كلام لي داو. ولما كان في شخص بيدخل يكتب ان هو عاوز مساعدة في انهاء حياته، فالكون جيرل كانت بتكتب له على طول شوف الايميل انا بعت لك، نفس كلمة لي داو. سيليا كانت مصممة تنهي المهزلة دي وتعرف الهوية الحقيقية للشخصية دي، فبدأت تتواصل مع الاعضاء اللي كانوا على اتصال بلي داو، واتصدمت لما لقيت ان فيهم اعمار صغيرة جدا لسه في الدراسة. فاسيليا استأذنت الأعضاء دول وطلبت منهم سجلات الدردشة بينهم وبين لي داو علشان تقدمها للشرطة، مع وعد منها بالحفاظ على سرية بياناتهم. وفعلا قدرت تقنع 30 عضو ادولها سجلات دردشتهم مع لي داو. سيليا أخدت كل الأدلة اللي جمعتها وطلعت بيهم على طول على اسم الشرطة، وأول ما وصلت طلبت مقابلة الضابط المسؤول عن الجرائم الإلكترونية. ولما قابلته ادت له كل الأدلة اللي جمعتها وقالت له إن الشخصية دي بتشجع الناس على إنهاء حياتهم. ولكن الضابط بعد كل كلامها ده كان واضح عليه ان هو مش مهتم بالموضوع، او شايف انها مكبرة الموضوع شويتين. فلما لقيت ان مفيش فايدة معاه وهو مش هيفيدها قامت مشيت وهي بتقوله انها مش هتسكت وهتفضل ورا الموضوع لحد ما تكشف المؤامرة دي. فرد عليها واحد من الضباط وقال لها جملة المفروض انها ما تطلعش من ضابط، قال لها بقولك ايه، لو الموضوع مضايقك قوي كده لفي وشك الناحية التانية، الموضوع بسيط، بمعنى اصح يعني مالكيش دعوة. تخيل واحدة تكون رايحة تقول للشرطة في شخص بيخلي الناس تموت نفسها والشرطة تقول لها مالكيش دعوة. المهم سيليا مشيت، واضح انها ما عرفتش توصل لحاجة في الموضوع ده. وبعد اكتر من سنة في صباح يوم الاثنين 10 مارس 2008، بعض طلاب جامعة كارلتون في كندا بدأوا يشتكوا للامن ان في صوت موسيقى عالي شغال في غرفة احد الطلاب في السكن الجامعي طول الليل، وفضلت الموسيقى شغالة لحد الصبح ما فصلتش. الغرفة دي كانت مملوكة لبنت اسمها نادية كاجوجي، عمرها 19 سنة، بنت من أصل مغربي، أبوها وأمها مغربة ومهاجرين لكندا. نادية كانت في سنتها الأولى في الجامعة، وكانت معروفة بين أصحابها أن هي شخصية سعيدة ومرحة وشغوفة، لكن واضح أن في حاجة حصلت معها مؤخرا قلبت حياتها 180 درجة. لما وصل أمن الجامعة لغرفة نادية فتحوا الباب ودخلوا لقوها فاضية، نادية مش موجودة، ومعطف الخروج بتاعها مش موجود، وتليفونها برضو مش موجود، لكن محفظتها موجودة وفيها فلوسها وبطاقتها الائتمانية ورخصة القيادة بتاعتها، وجهاز الموسيقى في الغرفة شغال لوحده، وما كانش فيه أي دليل في الغرفة على مكان تواجد نادية دلوقتي. ولكن نظرا لأن محفظتها موجودة وما خدتهاش معاها، فده معناه إنها راجع على طول ومش هتطول بره. في الوقت ده أبو وأم نادية كانوا في بيتهم على بعد 300 ميل من الجامعة، بيحاولوا إنهم يوصلوا لنادية بكل الطرق مش عارفين. نادية ما بتردش على تليفونها. ويوم الأربعاء يعني بعد يومين من اختفاء نادية وصل لهم اتصال من مكتب أمن الجامعة بيسألوهم إذا كانت نادية جات لهم البيت تزورهم أو يعرفوا مكانها دلوقتي فين، لأن أصحابها ما شافوهاش في الجامعة بقالهم 3 أيام وهم مش عارفين يوصلوا لها. أهل نادية اتصدموا واتضايقوا جدا إن أمن الجامعة أخد كل الوقت ده علشان يتواصل معاهم ويعرفهم اختفائها، وقال لهم ان هم ما شافوش نادية من الشهر اللي فات وبقالهم يومين مش عارفين يوصلوا لها على التليفون. هنا بقى الموضوع كبر والشرطة اتدخلت فيه وبدأوا البحث عن نادية. محمد ابو نادية واخوها مارك سافروا للجامعة علشان يكونوا في موقع التحقيق، وعرضوا مكافأة قدرها 50,000 دولار لأي حد يرجعها للبيت وهي كويسة وبخير. ولما بدأت الشرطة تحقيقهم الخيط الوحيد اللي لقوه قدامهم كان البريد الالكتروني بتاع نادية. لقوا فيه رسالة بعتتها لصديق ليها مساء يوم الحد، وقالت في الرسالة انها خارجة علشان تعمل تزلج على الجليد، ورغم ان الربيع كان خلاص هيبدأ وقتها الا ان الشتاء كان قارس جدا في المدينة والتلج كان مغطي الشوارع والقنوات المائية. واللي اكد للمحققين ان نادية فعلا خرجت للتزلج ان حذاء التزلج بتاعها كان مفقود من غرفتها. لكن في جملة غريبة جدا كانت مكتوبة على احد جدران الغرفة، كان مكتوب ما تنساش تحب حياتك. معناها ايه؟ الله اعلم، محدش لسه عارف. وبعد تفتيش جهاز الكمبيوتر بتاعها المحققين لو عدد من مقاطع الفيديو كانت مصورها نادية وحفظها على الكمبيوتر بدون ما تنشرها على اي مكان. الفيديوهات كانت عبارة عن فضفضة مع نفسها، يعني بتشغل الكاميرا وتحطها قدامها وتقعد تتكلم مع نفسها في الفيديو. المحققين عرفوا من خلال الفيديوهات دي انها انفصلت عن صديق ليها وبعد كده ارتبطت بشخص تاني وكانت بتحبه جدا، لكنه واضح انه ما كانش بيبادلها نفس الشعور وانفصل عنها، فكانت متضايقة جدا ومكتئبة. واللي زود عليها اكتر انها اكتشفت ان هي حامل، فنادية اتفاجئت بده وما كانتش عارفة تعمل ايه وتتصرف ازاي لحد ما قررت تنزل الطفل، وعلى طول نفذت.
وعيلتها لاحظوا عليها مؤخرا ان حالها مش مظبوط وانها حزينه ومكتئبه، بس ما تخيلوش ان الموضوع كبير قوي كده. نادية حياتها بدات تتدهور وبقت لا مركزه في دراستها ولا بتعرف تنام، لحد ما قررت تروح لطبيب نفسي، لكن حالتها ما تحسنتش وبقت بتحبس نفسها في غرفتها كتير، لحد ما بدات تفكر في انهاء حياتها. ولما الشرطه فتشت تاني في الكمبيوتر بتاعها لقوا انها كانت بتتردد على المنتدى ياه بتاع انهاء الحياه، وكانت كمان بتبحث عن طرق لانهاء حياتها. واثناء وجودها على المنتدى اتعرفت على واحده اسمها كامي دي. كامي دي قالت لها انها بتعاني من الاكتئاب بقالها 12 سنة وجربت كل الحلول اللي ممكن تتخيلها علشان تتعالج، لكنها فشلت في العلاج، فقررت انها تنهي حياتها. ولما بدأت تبحث في الموضوع اتعرفت على كل الطرق اللي ممكن تفشل واللي ممكن تنجح، وقالت لها انها بحكم شغلها كممرضة في مستشفى فهي عدى عليها حالات كتير في الطوارئ بكل اشكال محاولات انهاء الحياة، وكانوا بيبقوا بيتألموا ألم رهيب من اللي عملوه في نفسهم ده. وقالت لها انا مش بخوفك من انك تنهي حياتك، انا بس بعرفك ان الموت بالحبل هي احسن واروع وانجح طريقة، وعلشان كده انا اخترت الطريقة دي لنفسي. وفضلت تقنعها انها تموت نفسها بالطريقة دي، لكن نادي قالت لها انها بتخطط تنهي حياتها يوم الحد الجاي. ولما سألتها كامي عن الطريقة اللي هتستخدمها قالت لها انها هتنط في النهر المتجمد، واللي هتعمله بالظبط انها هتلبس الزلاجات بتاعتها وتروح للكوبري اللي بيعدي من فوق النهر وتنط في النهر، والحديد بتاع الزلاجات من تحت هيكسر الجليد المتجمد على سطح النهر وهتنزل على طول تحت المية، ومش هتعرف طبعا تخرج تاني لان الجليد المتجمد على سطح المية هيشكل حاجز بينها وبين الخروج مرة تانية. وقالت لها ان الطريقة دي مضمونة لانها لو ما ماتتش من الغرق فهتموت من الانخفاض الكبير في درجة حرارة المية. نادية كمان قالت لها انها قررت تستخدم الطريقة دي علشان تبين الموضوع كأنه حادث وتخفف من حدة الموضوع على اهلها، بدل ما يعرفوا انها هي اللي عملت كده في نفسها ويبدأوا يلوموا نفسهم، لا يبقوا بس فاكرين ان هو مجرد حادث والموضوع يخف شوية عليهم. كامي فضلت وراها تحاول تخوفها من الطريقة دي وتقول لها ان الاشخاص اللي عملوا كده في منهم عاشوا وحصلت لهم اصابات فظيعة وان الموت بالحبل هو اسلم حل. وقالت لها لو انت خايفة من الطريقة دي احنا ممكن ننفذ العملية مع بعض، نفتح الكاميرا اثناء التنفيذ علشان نطمن بعض. لكن نادية برضو ما اقتنعتش وبعتت لها يوم الحد وقالت لها انها خارجة تنفذ خطتها دلوقتي. كامي ما حاولتش ابدا تقنع نادية ان اللي بتعمله ده غلط وانها تستحق فرصة تانية في الحياة، لكن حاولت برضو تقنعها لاخر مرة انها تموت نفسها بالحبل وهي فتح الكاميرا معاها، ولكن نادية ما عبرتهاش وسابت غرفتها واختفت ومن ساعتها وهي مختفية. المحققين فرجوا الايميلات دي لاهل نادية واللي كانوا مصدومين جدا منها، وامها قالت انها كانت عارفة بموضوع الحمل والاجهاض ده بس ما تعرفش ان نادية كانت مكتئبة وبتتابع مع دكتور نفساني كمان، وبعد ما كان عندهم امل ان نادية تكون مخطوفة مثلا او هربانة وهيلاقوها عايشة في النهاية، خلاص بقوا متأكدين انها ماتت وان جثتها دلوقتي في مكان ما في النهر المتجمد. لكن طبعا كان مستحيل يعثروا عليها دلوقتي في وسط التلج ده كله، مش معقول يعني هيكسروا سطح النهر المتجمد كله علشان يعرفوا يلاقوها، ولو كسروه مين اصلا اللي هيقدر ينزل المية وهي باردة للدرجة دي؟ والحين ذوبان التلج ابو نادية عرف من الجامعة بتاعتها ان حياتها مؤخرا كانت مظلمة وما كانتش على طبيعتها ابدا، لانها من كام شهر راحت لمطعم محلي وفي ايديها شفره حلاقه وفضلت تصرخ وتقول انها هتاذي نفسها دلوقتي لو محدش ساعدها، وفضلت في حاله هستيريه كده لحد ما اغمى عليها والاسعاف نقلتها للمستشفى. وكمان في مره تانية صاحبه ناديه اتصلت بامن الجامعه وقالت لهم ان ناديه ناويه تنهي حياتها ومحدش عارف يساعدها. محمد ابو ناديه كان مستغرب ليه الجامعه ما بلغتهوش بكل الحاجات دي، كانوا حتى لحقوا يتصرفوا، دول حتى بلغوهم باختفائها بعدها بيومين. فردت الجامعه وقالت لهم ان دي قوانين السريه ولازم يحترموها. المهم بعد 6 أسابيع من اختفاء ناديه بدا التلج يدوب والنهر يجري من تاني، وفي 19 ابريل 2008 كان في بنت بتمارس رياضه التجديف في النهر لما شافت جثه عايمه على وش الميه ولابسه ملابسها بالكامل ولابسه الزلاجات بتاعتها، وطلعت ان دي جثه ناديه فعلا، وتقرير الطب الشرعي قال ان وفاتها حصلت يا اما بسبب الغرق يا اما بسبب انخفاض درجه حراره الجسم. وفي الوقت ده كانت الشرطه بالفعل تتبعت الرسائل اللي كانت بين ناديه وكامي، وبعد فحص عنوان الاي بي بتاع كامي عرفوا انها عايشه في فاربو في مينيسوتا،
على بعد تقريبا 2000 كيلومتر، وقبل 3 أسابيع من العثور على جثة نادية كانوا المحققين اتواصلوا مع شرطة فاربو في مينيسوتا وطلبوا منهم يعملوا فحص رعاية اجتماعية لكامي لأنها كانت عاملة اتفاق إنهاء حياة مع نادية، فطلبوا منهم يعني يروحوا لها البيت كده يطمنوا عليها يشوفوا هي بخير ولا عملت حاجة في نفسها. ولكن لما الشرطة راحت للبيت ده لقيت إن كل سكان البيت على قيد الحياة ومفيش أي حاجة. بس قبل يوم واحد من اتصال المحققين بشرطة فاربو، رقيب اسم الشرطة جاله اتصال من مواطنة عادية كانت شغالة في تحقيقها الخاص بقالها سنتين، سيليا. سيليا طول السنتين دول كانت بتحاول تحل لغز ليداو ومن بعدها فالكون جيرل بعد ما شكت ان هم نفس الشخص. ورغم ان محاولتها الاولى لابلاغ الشرطة فشلت لكنها ما استسلمتش وفضلت تنشر على المنتدى وتوعي الناس ان ليداو وفالكون جيرل نفس الشخص وانها مجرمة متسلسلة مفترسة بتلعب بعقولهم وتخليهم ينهوا حياتهم. فبدأوا اعضاء كتير يتواصلوا مع سيليا ويحكوها عن اللي حصل بينهم وبين ليداو. وفي اواخر 2007 جهود سيليا جذبت ليها سيدة عندها 35 سنة اسمها كات لو، وده طبعا اسم مستعار. كات كانت بتعاني من الاكتئاب بسبب مشاكل على حضانة اطفالها ومؤخرا لجأت للمخدرات علشان تنسى، ولكن لقت نفسها بتفكر انها تنهي حياتها لحد ما دخلت على المنتدى وقابلت فالكون جيرل. وفضلت فالكون جيرل تكلمها كل ما تدخل المنتدى وتقنعها انها لو فكرت تنهي حياتها فلازم تستخدم الحبل. بس كات لو حست ان فالكون دي انسانة خطيرة ومش سوية، وعلشان كده اتواصلت كات مع سيليا علشان يتفقوا على فالكون جيرل اللي هي نفسها ليداو. كات قالت لسيليا انها الفترة الجاية هتحاول تتقرب من فالكون وتصاحبها، جايز تعرف منها شوية معلومات عن حياتها الشخصية، رغم ان كات اصلا كانت مرعوبة تكلم فالكون تاني لانها خايفة تأثر عليها وتسمع كلامها. ولكن في النهاية بعتت لها ايميل بتقولها فيه انها خلاص قررت تنهي حياتها وعاوزة منها شوية نصايح. وعلى طول فالكون جيرل ردت عليها وقعدت تقنعها بالموت بالحبل وطلبت منها تفتح الكاميرا اثناء تنفيذ العملية علشان توجهها صح وتقول لها تعمل ايه بالظبط. وفي نهاية الشات بينهم وقعت باسم كاميدي، يعني لي داو هي فالكون جيرل هي كاميدي، عاملة عصابة مع نفسها. المهم كامي بعد كام يوم بعتت ايميل لكات بتسألها ايه الاخبار، ردت كات عليه وقالت لها انها بتتواصل مع متخصص في الصحة العقلية علشان يساعدها ولو ما خفتش ولا حصل اي تحسن في حالتها هتنهي حياتها. وفضلوا بقى يتكلموا مع بعض على طول كل يوم تقريبا، وكامي عاملة زي الشيطان بتحاول تقنعها تنهي حياتها وتفتح الكاميرا. وبدأت برضو تحكي لها الاسطوانة الفارغة بتاعت شغلها كممرضة في الطوارئ والحالات اللي عدت عليها، وقالت لها كمان انها ساعدت 4 أشخاص ينهوا حياتهم بالحبل والعملية تمت بنجاح وزمانهم مرتاحين دلوقتي في الجنة. فكات سألتها طب وانتي مش خايفة تقع في مشكلة او تتكشفي لما الشخص يموت وهو فاتح الكاميرا معاكي؟ فردت كامي وقالت لها انها ما شافتش غير واحد بس لانه كان خايف يموت لوحده، كان راجل عنده 32 سنة من انجلترا، ففتح لها الكاميرا وهو بيموت وطمنته يعني، وهي مش خايفة من مطاردة الشرطة ليها لانها خلاص ناوية تنهي حياتها قريب ومستعدة تنهيها مع كات في نفس الوقت ويطمنوا بعض. وبناء على طلب من كات فكامي بعتت لها صورتها. كامي كانت موجودة في الصورة مع زوجها وبناتها الاتنين، بس على غير اللي الاعضاء يعرفوه ان كامي كانت بنت شابة، فكان واضح في الصورة انها سيدة اربعينية هي وزوجها. وهنا كات قدرت تقنع كامي انها تفتح الكاميرا وتتكلم معها فيديو، وكامي عمرها ما كانت عملت كده مع حد، ولكن كات قدرت تقنعها بده وكامي وافقت بس بشرط انها مش هتقعد قدام الكاميرا. واتفقوا على كده وبقوا يتكلموا فيديو على طول بدون ما كامي تظهر. ولكن في احدى المرات القطة بتاعت كامي جريت قدام الكادر بتاع الكاميرا، فراحت بسرعة كامي وراها علشان تجيبها، واللي ظهر على الكاميرا كان صادم بالنسبة لكات. اللي ظهر في الكادر كان راجل مش ست. كات من صدمتها من اللي شافته مسكت تليفونها بسرعة وصورته قبل ما ياخد باله ويخرج من الكادر تاني. واتضح ان كامي ما كانتش السيدة الاربعينية اللي في الصورة العائلية، لكن كامي طلعت زوج السيدة الاربعينية. ولما الراجل اخد باله انه ظهر في الكادر ولقى ان كات مصدومة سألها هو الموضوع مهم يعني فارق معاكي راجل او ست؟ قالت له لا مش هيفرق معاها، بس هي بس مستغربة هو ليه بيتصرف على انه بنت شابة رغم ان هو راجل اربعيني. فقال لها انه بيعمل كده بدافع حماية هويته الحقيقية علشان لو حصل اي تداعيات قانونية الشرطة ما تعرفش توصله لانهم هيبقوا بيبحثوا عن سيدة مش عن راجل. كات اخدت كل المعلومات دي وبعتتها لسيليا على طول، وفي نفس الوقت سيليا كانت
قدرت على تواصل تاني مع شخص خبير في الاتصالات والتكنولوجيا، ساعدها في ارسال كل المحادثات اللي كانت جمعاها والأدلة على فالكون جيرل ولي داو لشرطة فاربو. وكانت سيليا خلاص حست انها بتقرب من حل اللغز، لحد ما اكتمل الجزء الاخير من اللغز لما كامي ارتكب غلطة عمره وبعت ايميل لكات باسمه الحقيقي ويليام ميلشيت دينكل. سيليا بعد ما عرفت ان ويليام ساعد راجل انجليزي ينهي حياته راحت لشرطة بيرمنجهام بالادلة اللي معاها، لكن تاني الشرطة تعاملت مع سيليا بقلة احترام وما رضيوش يساعدوها ابدا، لدرجة ان واحد من الضباط اتصل بزوج سيليا وقال له هو انت عارف زوجتك فين دلوقتي وبتعمل ايه، ولا انت سايبها كده تلف وتدور مع نفسها؟ سيليا لما ما لقتش منهم امل حاولت كمان تتكلم مع واحد من اعضاء البرلمان الانجليزي، لكنها برضه وصلت لحيطة سد وكأنهم كله متفقين عليها. وفي فبراير 2008 سيليا بعتت ايميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي وقالت لهم انها عندها امل ان سلطات البلد اللي عايش فيها ويليام هي اللي تتحرك وتاخد اجراء في الموضوع ده، ولكن سيليا لانها كانت ضعيفة في التكنولوجيا فالايميل ما اتبعتش اصلا وهي كانت فاكرة ان هو اتبعت. فلما ما لقتش رد من مكتب التحقيقات الفيدرالي اتواصلت مع صديقة ليها اسمها ماري جو عايشة في ولاية مينيسوتا. ماري ساعدتها عن طريق انها وصلتها بصديق ليها شغال ضابط في اسم الشرطة هناك، وفعلا اتواصل معها وطلب منها تتواصل مع مكتب مينيسوتا للاعتقال الجنائي واللي كان فيه قسم كامل مخصص للاشخاص اللي زي ويليام اللي بيستهدفوا الناس على الانترنت. وفي مارس 2008 بعتت سيليا ايميل للمكتب واللي فتحه كان الرقيب ويليام، اسمه ويليام برضو، وكان شغال في قسم مكافحة جرائم الانترنت. وفي الايميل ده سيليا حكيت لهم عن قصة ويليام دينكل كلها وعن الهويات المزورة اللي كان بيصطاد بيها الاشخاص الضعفاء على الانترنت. الرقيب ويليام كان مستغرب جدا من القصة بس كانت حاجة بالنسبة له جديدة، فكان متحمس جدا ان هو يشتغل على القضية دي. فسيليا انتهزت الفرصة وبعتت له كل الادلة اللي جمعتها ضد ويليام دينكل، وبدأ الرقيب شغله. فعرف ان ويليام دينكل يبقى ممرض عمره 46 سنة، متجوز وعنده بنتين في سن المراهقة، وما كانش شغال في قسم طوارئ زي ما قال ولا حاجة، ده كان شغال في دار لرعاية المسنين، لكن أخلاقه المهنية كانت زي الزفت وما كانش بيهتم بالمرضى، لدرجة انه في مرة ادى المريض علاج غلط وفي مرة تانية ما بلغش بحالة مريض كانت متدهورة وده ادى لوفاة المريض. وبعد كده بدأ يشتغل في وحدة تقويم الأعصاب في أحد المستشفيات، ولكن مستواه برضه كان وحش جدا وكان دايما مش مركز في شغله ولا عارف هو بيعمل ايه، وكان بيدعي ان ده بسبب مشاكل عنده في البيت، لكن تم تشخيصه بأنه بيعاني من صعوبات في التعلم واضطراب نقص الانتباه وتوصف له العلاج المناسب لحالته، لكنه برضه ما كانش مركز في شغله، ودي طبعا أرواح ناس ما فيهاش استهتار، فاضطر ان هو يستقل في النهاية لحد ما اشتغل في دار رعاية تانية، لكن هناك كان بيسيء معاملة النزلاء فتم فصله من الدار. وكمان مجلس التمريض في ولاية مينيسوتا قيده رخصة مزاولة المهنة بتاعته الا تحت اشراف، ففضل يدور على شغل تمريض لعملاء منزليين في بيوتهم، ولكن مهاراته كانت ضعيفة جدا وطريقته في التعامل كانت وحشة جدا. وبحلول 2008 كان قدر يشتغل في دار رعاية مسنين، ويوم الاربع 7 يناير 2009 راحوا 3 ضباط من الاسم لبيت ويليام دينكل، ولما خبطوا عليه فتح لهم ودخلهم البيت على طول. فقدموا نفسهم ليه وقالوا له ان هم هنا علشان يحققوا معاه في بعض القضايا المتعلقه بالانترنت. فرد قال لهم انا فاهم قصدكم وعارف انتم هنا ليه. الضابط قال له طب قول لنا كده انت عارف احنا هنا ليه؟ قال لهم علشان يعني الموضوع بتاع تشجيع الناس ده على انهاء حياتهم على الانترنت مش كده؟ وقال لهم ان هو وزوجته شغالين في مجال التمريض وبطبيعه شغلهم كان ليهم يعني محادثات مع اشخاص بيعانوا من الاكتئاب على الانترنت، فساعات يعني الموضوع كان بيروح لطريق عميق شوية. فالضابط سأله يعني زوجتك متورطة معاك والمفروض نجيبها دلوقتي نستجوبها برضو؟ قال له لا، زوجتي ملهاش علاقة بالموضوع، كل الحكاية بس ان هو بحكم خبرته الطبية فكان بيشتغل مستشار للاشخاص اللي عاوزين ينهوا حياتهم، ومجرد بس ان هو كان بيعرفهم بالطريقة الاسهل اللي هي الموت بالحبل علشان يعني ما يتألموش، هم كده كده كانوا هينهوا حياتهم، ولكن هو بيقدم لهم الحل الامثل مش اكتر. واعترف انه كان بيلف على المنتديات باسماء مستعارة ويعمل كده، ولكن ما بقاش يعمل كده بقاله شهر لاسباب قانونية واخلاقية. لا محترم يا ويليام واخلاقك عالية. الضابط سأله لو يقدر يقول لهم اسم اي شخص من اللي تواصل معاهم، فقال له ان تواصل مع كذا شخص من انجلترا وقدم لهم النصيحة، بس ما كانش عارف هم ماتوا ولا لا، لكنه تأكد من ده بسبب ان هم اختفوا تماما وما بقوش يردوا عليه. واعترف بانه كان على تواصل مع بنت شابه انهت حياتها بالقفز في النهر اللي هي نادية لو فاكرين، وساعتها قال للمحققين ان بناته هم اللي استخدموا اكاونت فالكون جيرل، لان الفالكون ده اللي هو الصقر يعني
كان شعرهم في المدرسة، فأكيد البنات هم اللي استخدموا الكمبيوتر واتكلموا مع نادية وحرضوها على ده، وقال ساعتها انه قلقان عليهم بسبب سلوكهم ده وانه هيتكلم معهم ويحل المشكلة. تخيلوا بيرمي على بناته التهمة علشان يبرأ نفسه. فالضابط سأله عن عدد الأشخاص اللي اتكلم معهم وقدر يقنعهم فعلا بإنهاء حياتهم. قال انه اتكلم تقريبا مع 20 شخص وعمل اتفاقيات إنهاء حياة مع حوالي 10 أشخاص، ولكن بعد كده اعترف ان الرقم أكبر من كده بكتير، وبيخمن يعني ان في 5 من اللي أقنعهم أنهوا حياتهم بالفعل، واعترف انه عارف ان اللي عمله ده مش قانوني، وكمان كان بيشوف بوستات في المنتدى بتحذر الاعضاء منه، لكنه ما كانش خايف من حاجه واستمر في تشجيع الناس على كده، وكان بيقول لهم ان حالهم هيبقى افضل وهم في الجنه. طب ولما انت عارف كده ما روحتش معاهم انت كمان الجنه ليه؟ ويليام سمح للضباط يفتشوا بيته ووقع على مذكره تفتيش لجهاز الكمبيوتر بتاعه، والمحققين بداوا يفحصوا جهاز الكمبيوتر بتاعه ولقوا صوره لنادية عنده، ولقوا رسائل كتير جدا بقى بينه وبين الناس اللي كان بيشجعهم على ده، وطبعا كان بيقنعهم كلهم بالطريقة الامثل والاسهل للموت بالحبل. ولكن المحققين من خلال كلامه عرفوا ان هو كان بيعمل كده لان الطريقة دي الوحيدة تقريبا اللي سهلة واللي هتمكنه من مشاهدتهم وهم بيموتوا على الكاميرا قدامه. ويليام كمان اعترف لهم انه شاف عملية تنفيذ قبل كده لراجل انجليزي عمره 32 سنة، ولما الشرطة سألته تاني عن الموضوع ده أنكر تماما، لكن رجع اعترف في النهاية. اللي حصل انه الساعة 4 مساء من يوم الاربع 27 يوليو 2005، اتجهت كارول لبيت اخوها مارك في وسط انجلترا، لانهم كانوا متفقين يتقابلوا في حديقة عامة بعد الظهر يقعدوا مع بعض شوية، لكن مارك ما راحش في الميعاد، فراحت له كارول البيت علشان تطمن عليه. خبطت على الباب واستنته يرد، ما كانش بيرد، فقدرت تفتح الباب وتدخل، لقت في وشها ملحوظة مكتوبة بخط كبير: من فضلك اتصل بالشرطة وما تطلعش للدور التاني، ارجع لبيتك وبلغ الشرطة بالملحوظة دي. لكن كارول تجاهلت الملحوظة تماما، بل انها اصلا خلتها تقلق اكتر، فطلعت جري للدور التاني وحاولت تفتح باب غرفة نوم مارك لكنه كان مقفول، فقدرت انها تزقه جامد وتفتحه، ودخلت الغرفة لقت مارك متعلق بحبل في السقف. حاولت انها تنزله وتنقذه، وفي نفس الوقت كانت بتتصل بالاسعاف وفضلت شايلاه ورفعاه طول فترة انتظارها للاسعاف علشان ما يبقاش متعلق ولو لسه عايش ما يتخنقش، لكن كان الوقت فات خلاص ومارك كان مات بالفعل. مارك عمل كده في نفسه لانه كان عنده مرض دائم، وبسببه جاله حالة اكتئاب وحالته النفسية بدأت تسوء، ورغم انه كان بيزور طبيب نفسي وبياخد دواء الا انه ما تحسنش وبقى بيعاني من نوبات ذهان، لحد ما قرر في النهاية ينهي حياته ودخل على المنتدى ده، وحظه وقعه في ويليام اللي ساعده على ده. اهله كانوا عارفين الموضوع ده، هم اكتشفوه بالصدفة لما امه لاحظت ان هو مؤخرا بيقعد كتير قدام الكمبيوتر وحالته عمالة تسوء اكتر، فقالت لاخته واللي بدورها فتشت في الكمبيوتر بتاعه من وراه، وعرفوا ان هو دخل على المنتدى ده وطلب النصيحة في إنهاء حياته، وساعتها ويليام كلمه بأكاونت ليه داو وبعت له كل التفاصيل اللي محتاجها علشان العملية تتم بنجاح، وفضل الأسابيع يشجعه على ده ويقوله إنه لسه من أسبوعين بس مساعد شخص إن هو ينهي حياته، والشخص ده فتح له الكاميرا وهو وجهه يعمل ايه بالظبط، والامر تم بكل سلاسة وراحة. فما تقلقش يعني انت مش لوحدك هنا، ده انا معاك وهطمنك يا اخي، ده انت ابليس يخاف منك. مارك كان بيقول للي داو انه لسه عنده امل ان حياته تتحسن، لكن تأثير لي داو كان كبير جدا عليه، وفي النهاية مارك سمع الكلام ونفذ التعليمات بالظبط وانهى حياته. ألين ام مارك كانت متضايقه جدا من لي داو دي ونفسها تنتقم منها على اللي عملته في ابنها، فعلشان كده سلمت كل الايميلات اللي بين مارك ولي داو للشرطه، ولكن بعد كده في التحقيق الشرطه قالت ان الوفاه كانت نتيجه لانهاء حياه مش جريمه جنائيه خالص ومفيش اي شبهه جنائيه. لكن ألين فضلت تحاول مع السلطات وتواصلت مع السلطات المعنيه في المملكه المتحده وفي الولايات المتحده، لكن للاسف برضه كل محاولاتها فشلت وما قدرتش توصل لأي حاجة ومحدش ساعدها. وبعدها بثلاث سنين ونص لما سيليا كشفته والضباط راحوا له، ادعى انه في الاول مش فاكر مين مارك ده، ولكن بعد كده افتكره وقال انه بعدها شاف مقال في الصحف انه مارك تلقى مساعدة في انهاء حياته من شخص عايش في الولايات المتحدة. انا عاجبني قوي ان هو بيعترف بكل التفاصيل ومش همه اي حاجة. المهم ان تشجيع الناس على انهاء حياتهم كان مخالف للقانون في مينيسوتا، ولكن دي كانت اول حالة من نوعها، وما تمش اتهام اي شخص قبل كده بانه بيشجع الناس على الانترنت يموتوا نفسهم، ولان دي كانت مجرد كلمات ونصايح بيقدمها من ورا الشاشة، فكان صعب جدا على المحققين ان هم يثبتوا التهمة ضده
ويبنوا قضية قوية، وبعد سنة من العمل على القضية تم اتهام ويليام أخيرا بتهمتين بالتشجيع والمساعدة على إنهاء الحياة، تهمة المارك وتهمة النادية. والمحامي بتاع ويليام قال إنه رغم إن سلوك ويليام مكروه إلا إنه ما يعتبرش جريمة، وإن كلمات ويليام لوحدها أكيد مش هتكون كافية لو الشخص مش عاوز ينهي حياته، لكن الأشخاص دول كده كده واخدين قرارهم بالفعل بس عاوزين طريقة سهلة مش أكتر. ولكن الإدعاء قال إن ويليام ما كانش غرضه المساعدة إطلاقا، هو كان كل همه إنه يشوفهم وهم في لحظاتهم الأخيرة بيموتوا وبيتألموا، وده سلوك مفترس القانون بيحمي الضعفاء منه، فأكيد ويليام لازم يتعاقب. في النهاية تم إدانة ويليام بالتهمتين، وأم نادية قالت إن الإدانة كانت مصدر ارتياح كبير ليهم وإن حق بنتهم مش هيضيع، وأم مارك كمان كانت مبسوطة وقالت إنه لو القاضي ما كانش أدانه فده كان هيخلي ناس كتير تانية زيه يشجعوا غيرهم على إنهاء حياتهم. ويليام عمل استئناف على الحكم وتم إعادة المحاكمة بتاعته في 2014، لكن المرة دي تم إدانته بمساعدة مارك بس في إنهاء حياته لأنه مشي على الطريقة بتاعته، أما نادية فأنهت حياتها بطريقة تانية وبكده يعتبر هي ما سمعتش كلام ويليام. وفي النهاية اتحكم على ويليام بالسجن لمدة 3 سنين مع إيقاف تنفيذ العقوبة كاملة بشرط إن ويليام يقضي 360 يوم في السجن ويلتزم بفترة مراقبة لمدة 10 سنين، وتم إطلاق سراحه من السجن في سنة 2015 بعد مقضى 178 يوم بس في السجن. وبكده يعتبر ويليام نفد من العقاب بسبب القوانين بتاعتهم. ويليام ما يقلش خطورة عن الشيطان اللي بيوسوس للإنسان ويتخلى عنه في النهاية، أما سيليا فكانت بطل القضية، ولكن للأسف يعتبر جهودها كلها راحت على الفاضي بسبب العقوبة التافهة اللي أخدها ويليام. ياريت تاخدوا بالكم من حالة أولادكم النفسية وتتابعوا استخدامهم للإنترنت وتشوفوا بيصاحبوا مين وبيتكلموا مع مين، ولكن برضو بشكل ما يخنقهمش ويضيق عليهم علشان في النهاية ما يبعدوش عنكم. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اكتبولي في التعليقات ايه العبرة اللي طلعتوا بيها من القصة، ولو في حد مر بموقف زي ده قبل كده وعرف يتخطاه ياريت يكتب لنا، لعل وعسى يقدر يساعد شخص يكون بيمر بنفس الحالة النفسية السيئة ويحسله نفسيته. ما تنسوش لايك شير واشتراك، وخلوا صندوق الحواديت يتملي، وبعدين نتقابل.